أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة فيها تقول: أنا أعطي درسا خصوصيا لأبناء كفيل زوجي، وكنت أعطي راتبي كله لزوجي يصرفه على المنزل مع راتبه كله، ولم ندخر أي مبلغ منذ خروجنا من بلدنا، فهل إذا طلبت زيادة راتبي وأخفيت هذه الزيادة عن زوجي لادخارها، هل فعلي حرام أم هو جائز، مع العلم أنه إذا علم بهذه الزيادة سيقوم بأخذها وصرفها علينا هي الأخرى؟ الأصل أن ما تكسبه المرأة حق لها وملك لها، ولا يجوز أخذ شيء منه إلا برضاها وبإذنها، لا من الزوج ولا من غيره، إلا إذا كان بين الزوجين شرط أنها تعمل وأن يأخذ راتبها لنفقة البيت. المسلمون على شروطهم، لا تخفي عليه شيئا، تدفع له ما جرى الشرط عليه. نعم.